اسمك؟ علاء خيري من المنصورة. منين؟ من المنصورة. ايوه علاء، جاي ليه النهارده؟ انا جاي عشان اقف مع ابهات وامهات الشهداء اللي ماتوا. وبعدين انا اعتقد ان مفيش حاجه اسمها انفلات امني. الشرطه موجوده، يعني انفلات امني يعني اتبخروا في الهواء. الشرطه ما زالت موجوده، بس هي الشرطه عايزه يا تقمع الشعب يا وتضطهده، يا اما تقول لك انفلات امني. هي الشرطه موجوده، بس موجوده عايزه تدي الشعب بالجزمه، والا يقول لك انفلات امني. بعدين بيقولوا البلطجيه اللي راحوا وزاره الداخليه، مفيش بلطجيه راحوا، هم البلطجيه الداخليه هي اللي عملت ده، عشان يقول لك الشعب يعني ايه. كل الناس تقول لك الثوره عملت لنا ايه، والثوره اهدافها ايه، ما حققتش حاجه، وهي الداخليه اللي عملت كده في وزاره الداخليه، عشان يقول لك الثوار اللي انتوا بتقولوا عليهم هم الشعب، هم البلطجيه. لكن الداخليه هي البلطجيه، ما هي البلطجيه دول اساميهم معروفين بالواحد عند الحكومه، ما تاخدهم وتحطهم في السجون، سايبينهم لحد امتى؟ ولا هم عايزين يضطهدوا الشعب ويقمعوه؟ بعدين يقول لك انفلات امني، مفيش حاجه اسمها انفلات امني، الشرطه موجوده. شكرا حضرتك. شكرا.